مساء النور متتبعي الكرام. اليوم ان شاء الله جاتني فكره ندير بسطيله ديال الحوت، وقلت علاش لا لما نشاركهاش مع المتتبعين ديالي. نبداو على بركه الله، نوريكم المقادير والطريقه كيفاش كيف كتشوفوا. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاج انا في هذه البسطيله ديالي، عندي كروفيت، عندي كيلو هنايا ديال الكروفيت، كيلو وشي حاجه، وعندي الورقه ديالي، عندي الشعريه الصينيه، عندي الفخوماج والحامض مقطعه يعني هادو الزين، عندي نص كاس ديال الحامضه معصره، وعندي نص ديال الحامضه مسيره مقطعه، عندي شويه ديال الحك طماطيشه وشويه ديال الهريسه، وعندي التوابل اللي كنحتاجو للحوت وشويه ديال زيت الزيتون معاهم واحد جوج معالق كبار، وعندي ثومه قزبر ومعدنوس. دابا غادي ندوز ندير التوابل ديالي اللي غادي نحتاج في الحوت وفي الشعريه الصينيه. غادي نجيب هاد نص كاس د الليمون، حامضه مسيره، عندنا هنايا الهريسه والحك ديال المطيشه، عندنا قزبر ومعدنوس والثومه والتوابل ديالي. غادي نطحنهم صافي، وغادي نرجع نوريكم الطريقه. كيف كتشوفوا بعد ما طحنا هاد الشرموله ديالنا، فغنخليها في الجنب لان غنقسمها على النص على جوج، اللي غنستعمل في الشعريه الصينيه فيرميسي، واللي غادي نستعمل في كروفيت ديالنا. دابا غادي ندير لا فيرميسي ديالنا في الماء سخون باش تطلقلي. غادي نجيب المقلاه ديالي اللي غادي ندير فيها الكروفيت ديالنا يتشحي واحد شويه ماشي بزاف، بين ما تطيب مع هاد الشرموله هادي. كيف قلت لكم غادي نقسمها على جوج، يعني اللي غنطيب فيها الكروفيت واللي غادي تبقى باش ندير فيها لا فيرميسيل ديالنا. صافي غادي نجيب الكروفيت ديالي، من بعد ما طاب ليا الحوت ديالنا كيف كتشوفوا، دابا غادي نضيف ليه لا فيرميسيل الشعريه الصينيه ديالنا. صافي غادي نخلط العناصر كامله. صافي دابا غادي نبقى نخلط، انا كيف قلت لكم الحشوه اولا المقادير كيبقاو اختياريين من شخص لشخص، كل واحد وشنو كيبغي، كل واحد وشنو ما كيبغيش على حساب. انا كيف قلت لكم الصراحه كيعجبني نخدم على سطح العمل. كتشوفوا غنجيب الورقه ديالي دابا، غادي نبقى ندهنها بالزبده ونحط على جنب حتى نساليهم كاملين، ماشي الزيت، الزبده، لان الزبده كتجي مقرمشه وكتجي حمراء زويونه، اما الزيت كتجي شويه محروقه كتجيش مقرمشه زوينه. صافي غادي نستمر كيف قلت لكم في العمليه هكا حتى نسالي الوريقات ديالي كاملين. بعد ما ساليت الورقه ديالي فخليت واحد الزوج، انا غادي ندير عليهم واحد، غادي نشكلهم على وريضات باش غادي نزوق. غادي نشد الورقه ديالي غادي نقسمها على النص، جيب المقص اللي متوفر عندك، مقص موس اللي متوفر عندك في الدار، صافي غادي نقطعها على النص. قلنا غادي نجيو الاخر ديال العجينه هكا، غادي نتنيوها هكايا، صافي غنبقاو غاديين ونتنيو هكا على شكل وريضه، كتجي على شكل وريضه. فبالنسبه للتزيين اختياري انا اختاريت هكا، بغيت نشارك معكم هاد الطريقه ديالي. كيف قلت لكم بحال هكا كتجي بحال مطويه هكا، صافي وكنجيو الوسط وكنشدوها. ساليت الوريضات ديالي، غادي نجيب المول، انا غنديرها في هاد المول هذا على حسب الافراد العائله وعلى حسب الكميه اللي عندك. غادي ندهنو بشويه ديال الزبده صافي، وغنجيب العجين ديالي
كتشوفوا غندير وحده، ماشي غنديرها كامله، غنديرها غير في النص بحال هكايا. كيف كتشوفوا يعني درت غير النص والنص خليته. غادي نجيب الثانيه حتى هي بنفس الطريقه، غادي نديرها هنا نجيب الاخرى حتى هي نديرها قدام هذيك صافي وغادي نستمر. سهله ما فيهاش شي صعوبه زعما الصراحه سهله صافي. غنجيب الحشوه ديالي كيف قلت لكم، يعني يمكن قويت هنايا صافي غادي نسرحها. فانا كيف قلت لكم خلطت كل شيء، خلطت الحوت مع لا فيرميسيل، يعني ما خليتهاش هذيك بوحدها وهذيك بوحدها. من بعد ما درت الطبقه الاولى ديال لا فيرميسيل وديال الكروفيت ديالنا، دابا غادي ندوز ندير الفرماج من الفوق. كيف قلت لكم دابا غادي ندوز ندير الفرماج، هي الصراحه كتجي زوينه بالكروفيت والفرماج. انا ما درتش كيف قلت لكم الشامبينيون والصوجا لان الصراحه ما كيعجبنيش، انا اللي ما كتعجبنيش حتى الدار ما كتعجبهمش، يعني تفاديت انني نديرها. صافي دابا غادي نلمط السميته ديالي. ما طويت الجناب ديالي كيف كتشوفوا. صافي دابا غنجيب واحد الورقه اللي غادي نديرها من الفوق، يعني هذه هي باش غادي نلمطو الستيلا ديالنا. سهله ما فيهاش شي صعوبه زعما الصراحه، دغيا ودغيا دغيا يعني دغيا كتوجد. بعد ما لمطت البستيلا ديالي كيف كتشوفوا فهي سهله الصراحه كيف كتشوفوا. فدابا غادي ندوز ندير هذوك الاشكال ديالي اللي حضرت معكم قبيله. غادي ندير وحده قدام وحده، فهادي غير تزيين ماشي ضروري. انا كيف قلت لكم تزيين يعني كيبقى اختياري كل واحد وكيفاش. شوفوا فانا زينت بهذه الطريقه هادي على شكل وريضه. فدابا غادي ندوز ندخل هاد الجنيبات، ما غاديش نخليهم من هنا خارجين. كما كتشوفوا فهكا كيجي الشكل ديالها. دابا غادي ندخلها الطيب ومن بعد نوريكم الشكل النهائي. فهذا هو الشكل النهائي ديال البسيطله ديالنا. الصراحه جات مقرمشه وجات زويونه غزاله الصراحه، كتجي مقرمشه كتجي زويونه. فانا كنفضل ديال الحوت على ديال الدجاج صراحه كتجي زويونه. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم وديروها بالصحه والراحه. فكما كتشوفوا صراحه كتجي عامره وزويونه. الحوت ما فيه الشوك، يعني يكون كروفيت ولا الفارخ ولا الميرنا ولا فهمتي شي حاجه ولا الكالامار ولا يعني شي حاجه اللي ما فيهاش الشوك. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم وديروا بستيلك بالطريقه اللي كندير انا. فالصراحه كتجي خفيفه ما كنديرش فيها الشامبينيو وداكشي الاخر، فكنكتفي غير بالكروفيت والفرماج. الصراحه كتجي رائعه كتجي زويونه. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم وديروه بالصحه والراحه. الى فيديو قادم ان شاء الله.